أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجها لوجه. اليوم حديثنا عن الاطروحات الانتخابية وما نسمعه وما نشاهده. راح يحللون اثنين عندي، أنا اليوم ضيف عندهم اليوم. أنا عندي يعني أنت اللي تتكلم يا اللي بتكلم اليوم وأنت تسألون إيش رأيك؟ زين رحبوا معاي بالدكتور عادل المناع الأكاديمي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور عادل. حياك الله أستاذ محمد. معنا أخوي العزيز الدكتور عادل الرومي المحلل المالي والاقتصادي. مرحبا لك. حياك الله، تشرف وجودكم معاي. الله يسلمك دكتور عايد. يعني أنا أمر دواوين أسأل الناس من تعطي في حيرة، وسألت ليش الحيرة؟ قالوا ما سمعنا يعني إطروحات يعني تقنعنا، وكان التركيز كله على فلان وفلان وفلان. ايش رايك في الاطروحات الانتخابيه؟ انت جاوب. انت جاوب. اولا شكرا استاذ محمد، سعيد ان اكون مع اخي العزيز الدكتور عادل الرومي. يعني انا اعتقد احنا في كل انتخابات نكرر نفس الكلام ترى، واسهل شيء على الناس هو النقد. نعم. خاصة لما يكون واحد يعني توه وكذا وإلى آخره، قول ارمي على راحتك. أنا ما عندي اعتراض، بالعكس النقد أمر حميد مو عيب، لكن الحقيقة التجريح هذا غلط. والشيء الثاني أنه يا أخي انقد وقول دليلك، أعطنا الأدلة. يمكن إحنا معقدين شوية الأكاديمية في جانب أنه لما تقول يعني تعطي دليل شغلة معينة. لما تنقد أيضا مطلوب منك البديل، تطرح بديل. إحنا في الكويت حقيقة الترشيح فردي نسبيا لحد كبير، صحيح في تنظيمات وندري وموجودة وكل شيء، لكن الترشيح فردي، وبالتالي حتى اللي بيقدم برنامج في النهاية ما راح يسوي شيء. صحيح. يعني تكون معه هالبوينتس أو النقاط محددة، والله يحط اقتراح بقانون يتحكى فيها بالمجلس، شايف يعني تفيده، يعني اطلاع. هذه فترة الحقيقة للتثقيف، بالمناسبة فترة جميلة للتثقيف بالنسبة للجمهور وبالنسبة للمرشحين. بعض المرشحين ترى ما يدري شيء حقيقة، يعني أول تجربة مثلا أو كذا، يعني قد ما يعرف الكثير من الأمور ويتعلم. لذلك فعلا تجد حيرة، في حيرة اي، وتجد يعني ما شاء الله احيانا عناوين محطوطة عشوائيا، يعني قط العنوان وطلع. انتخابات قديمة فتش لقى العنوان حطه عجبه. اي مو غلط، حية زين، هي اللعبة كانت بين هيلاري وكلينتون. فيا سيدي شلون بين ترامب، صارت بين هيلاري وكلينتون، كل واحد يسب الثاني، بين هيلاري وترامب، ترامب عفوا، وصارت وفوصل ترامب. شفت شلون؟ لذلك توقع غير المتوقع. هي يعني الانتخابات لها تتوقع يعني مفاجآت في يعني مفاجآت. تصور انها محدودة عندنا بالكويت، اتصور محدودة. يعني قد يطلع، تدري انت في ناس بالفعل اكثر من مرة يحصل فيه يعني مفاجئ، واحد طلع مثلا في هالدائرة، لكن مو التغيير اللي لا. هو شوف التغيير اليوم اللي حقيقة كانوا معترضين على الصوت الواحد، وهم ترى نوعين. نوع بعد الحكم، حكم المحكمة الدستورية الأول، دخلوا صحيح 2013 دخلوا بالانتخابات، وبالتالي هؤلاء انتظروا قول أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أفتوا بأنه حصنوا الصوت الواحد، وبالتالي دخلوا ناس. آخرين الحقيقة لا، قالوا إحنا معترضين على الآلية انه مو صحيح وكذا والى اخره، وصدر حكم ثاني اكد على تحصين الصوت الواحد، ومع ذلك بقوا الحقيقه على ما هم عليه بعيدا عن هذا. هؤلاء انا الحقيقه يعني لا اتعاطف معهم اطلاقا، لانه ادى الحقيقه يعني وقوفهم خلال الفتره الماضيه كل الكلام اللي يقولون نوصل الرساله، وصلت الرساله بس بالوقفه الاولى خلاص. بالتالي الآخر أدى إلى أنه كثير من الشبان يقتدون فيكم ويتصرفون بتغريدات بتصرفات أدت إلى ملاحقتهم قانونيا، وبالتالي تضرروا. الآن
أدركتوا أنه أنتوا لازم تدخلون وأنه أنتوا بدون دخولكم الأوضاع يعني راح تدهور. أنا أرحب وأحيي أنه يدخلون، لكن حقيقة يتحملون وزر أولئك الذين ساروا وراهم فترة من الزمن وأعانوا للأسف الشديد. في طرف ثالث لا زال على موقفه لم يتغير، لذلك يعني نقول الانتخابات اللي بالجدر راح يطلع الملاس إن شاء الله نقولها يعني إن شاء الله يعني الناس تحسن الاختيار بدل ما تظل تايهة. لا ترى على فكرة كل يعرف من راح يختار، كل يعرف بس تايه بين هذا وهذا، لا لا قليلة يعني. شوف في مناطق، في مناطق محددة ما نخفي يعني، في مناطق أجرت انتخابات فرعية وخلصت، وفي مناطق عارفين من يعني الجانب طائفي ولا يعني عائلي ولا إلى آخره، فالأمور يعني تحت بعض يعني تجد أكيد يعني بعض الناس. حلو أستاذ عادل، أيضا شو تشوف الطرح في الانتخابات هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكرك على المقابلة. أنا أعتقد أن الطرح اللي موجود حاليا ما هو طرح يتكلم عن رؤى للبلد نفسه، أكثر الطرح اللي موجود حاليا يتكلمون عن موضوعين الفساد والإصلاح. كل ما تفتح قناة تسمع حق أحد يتكلم من المرشحين تلقى إصلاح وفساد. من يومين فتحت القناة بدون ذكر اسم طلع أحد المرشحين اللي كانوا موجودين من السابق، الفساد والفساد وراح نصلح وراح نصلح، غيرت الموجة. مقابلة بنفس الوقت مع مرشح ثاني هم من ضمن المجلس 2013 يتكلم نفس الكلام، في فساد وفي فساد وفي طلع الكويت كلها حرامية ولازم إصلاح وإصلاح. أنت الحين قعدت سنوات شو سويت؟ ما دام أنت تتكلم عن فساد تتكلم عن إصلاح، وأخوك الثاني وعضو الثاني في قناة أخرى هم يتكلم عن فساد وإصلاح، زين ثلاث سنوات شو سويت وأنتوا وأنتوا قاعدين مشرعين ومراقبين؟ اللي عرف اللعبة الديمقراطية وقالها الأستاذ عادل يعني يعني أنت قول اللي تبيه، أنت داخل ضمن مجلس أمة ما تقدر تسوي كل اللي تبيه. الآن بوصلك إياه، يعني لا تصير يعني ندواتنا تتكلم عن فساد وأصلح. عندك فساد اذكر، خل عندك شجاعة مثل ما أنت عندك شجاعة تتكلم عن فساد، خل يصير عندك شجاعة تتكلم من هو الفاسد، ولا ندوة فيهم تكلم من هو الفاسد. ثانيا النيابة موجودة، عندك شيء روح له، عندك مستندات، عندك إثبات، تفضل قدم مستنداتك وتكلم عن الشخص الفاسد. إنما تتكلم في فساد وفي فساد وتخلي المستمع والشعب يعتقد أن البلد هذه متجهة إلى دمار، الدمار وإلى الهلاك. ليش أنت الحين قاعد تهدم البلد؟ ما قاعد تبني بلد. تعال اسمع، الوطنية وتمسكنا بالوطنية والوحدة الوطنية والوطن عزيز والوطن، وهو يتكلم عن فساد وقاعد يهدم الوطن. تناقض الشيء اللي أنا ملاحظة في هذا الفترة هذه، ماكو القليل جدا يتكلم عن رؤى ويتكلم عن خطة ويتكلم عن جدول منظم لتطلعاته إذا نجح. لكن الغالبية منهم والكل يسمع هذا يضرب المجلس السابق واللي بالمجلس السابق يضرب المجالس الأخرى، وكل واحد يرفع أخطاءه على المجالس الثانية. مو كذي الناس يعني تسوية حسابات، رحم الله والديك. هذا قاعد يصير حاليا وهذا قاعد يدفع ثمنه، ترى مو المواطن ولا المرشح اللي راح يدفع ثمنه، الوطن. لأن الوطن الآن محتاج أن نكون إحنا كلنا يد واحدة، خاصة الأحداث الدار مدارنا. الشيء الثاني لازم نكون صادقين مع أنفسنا، والشيء الثالث والأهم أن احنا نترفع عن مكتسباتنا الشخصية ونحط البلد هو الأساس في تعاملنا. حلو دكتور عايد، في قضية مهمة إشار عودة التيار الديني للانتخابات، هذا اللي كان مقاطع اليوم رجع بقوة لكن ما غيرت روحاته. ما لاحظت ان الاطروحات ما زالت مستمره بنفس السياق، يعني ما شفنا اطروحات جديده له. اولا بس اسمح لي الحقيقه دكتور عادل، يعني قصه الفساد في كل الدنيا موجوده صحيح، واحنا لسنا استثناء. صاحب السمو الامير الحقيقه لمقوله مشهوره، الفساد في البلديه ما تشيل البعارين. نعم
كهريدي لو ما في فساد ما انشئت هيئه عامه لمكافحه الفساد. فساد موجود صحيح وخطير جدا الحقيقه ومكافحته ضروره، والاصلاح ياتي احيانا لاختلاف. لا نضخم السالفه ونخليه راي عام وتخلي الناس تتكلم انه مثل ما قال لك محمد المرشح يعني احنا شفنا حتى بالانتخابات الامريكيه يصير فيه شويه يعني مساحه بهارات زين ما تخلى، لكن اجمالا انا اعتقد انه نتيجه ما في تنظيم حزبي، وانا صح. لا احب الاحزاب وقلتها مرارا في نهايه ومكان اخر، لكن بدون تنظيم حزبي تبقى الناس كلن يجتهد من عنده كلن يحاول الحصول على المعلومات. احيانا للاسف الشديد البعض ما يبذل الجهد فيها كثير وقت ما تحصل له، يعني ايضا خاصه لما تيجي يعني الناس متوقعه بعد سنه صار الحل سريعا صح. فكثير من الامور يعني امور موجوده. نتمنى الفساد، ترى على فكره قد ترى انت شيء فساد والاخر يرى مو فساد، يعني صاحب المصلحة بهالفساد يرى شيء زين في ناس تعيش بالفساد الحقيقة. على كل حال بالنسبة الحقيقة للتيارات، أولا التيار الديني على وجه الخصوص ما غاب كل الغياب، السلفيين كانوا موجودين في جزء منهم كانوا أيضا انتخابات وفي جزء من السلفيين قاطعوا وجزء من السلفيين قاطعوا، الإخوان نسبيا قاطعوا لكن شاركوا بالصف الثاني لهم يعني يمكن، بس ما حقيقة يعني نقدر نقول إن كان في منهم يعني غياب. المنبر تقريبا قاطع يعني انقسم قسمين ها؟ انقسم قسمين المنبر اي قسم قاطع وقسم شارك كلهم كل التيارات الحقيقة انقسم. هي كانت الحجة دكتور انه ننتظر حكم المحكمة الدستورية، في من رأى يعني احنا نسميه التيار الوطني راى انه والله يا اخي ما دام صدر حكم المحكمه الدستوريه بتحصين الصوت الواحد، البعض دخل البعض الاخر وقف قال لا انا مبدئي انه هذا ما كان فيه ضروره وبالتالي لابد من عرضه، قصه طويله هذه. انا بالنسبه لي بصرف النظر شنو ارى، يعني ما دام حصن انتهت القصه، تبي تغير تعال ادخل وغير، وهذا طبعا صعب يعني آلية الجانب الدستوري فيه صعب ما راح يتحقق. لذلك اليوم الكل نزل تقريبا بقى ناس برا وسينجح من هؤلاء الحقيقة عدد لا بأس فيه، وهنا يأتينا الامتحان الصعب. أنا لا شك عندي بأنه سمو الأمير عندما فكر بحل المجلس أوكي فكر بأنه في ناس يعني تريد أن تدخل من اللي كانوا على سميهم أنا على الرصيف واقفين مشاركة في العمل السياسي يريدون المشاركة زين، فقال نتيح لهم الفرصة خلي يأتوا وخلي يشاركوا. ومثل الحقيقة إذا أذكرك بالمرسوم أنه في ظل أوضاع دولية وإقليمية قلقة وأمنية وكذا وإلى آخره، وقد نكون مقدمين على أمور إلى الآن ما نعرفها صحيح. قد تكون هناك في عند أهل الاختصاص وأهل العلم، أهل العلم هنا اللي لديهم المعلومات مو شرط علماء لكن لديهم المعلومات عن أشياء ما نعرفها، وبالتالي كان لابد الحقيقة من أنه الكل يكون موجود ويكون يتحمل مسؤولية تاريخية، هذه مسؤولية وطن مو لعبة نعم. شايف، وبالتالي يعني نكون يعني إحنا لما صارت أزمة الحكم والله يرحم الشيخ جابر والشيخ سعد وإشكالية صحية وإلى آخره مرينا بظرف ترى حساس جدا الحقيقة حيل خطير كان مزعج زين، لكن الآليات الدستورية والعقلانية الكويتية ووجود مؤسسات أوجد الحقيقة أبعدنا عن أي شبح آخر صحيح. ذهبت الناس وصار هناك التقرير الطبي وصار الموضوع الإعفاء وتولى مجلس الوزراء دستوريا، نتكلم مجلس الوزراء الحكم لمدة 8 أيام ورشح الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد وتم التصويت عليه ثم أدى اليمين الدستورية ومارس صلاحية الدستورية وإلى آخره. هذه يعني يمكن نمر بظروف قد تكون يعني مشابهة لا نعلم شايف. الأوضاع اليوم إحنا على فكرة الرئيس الأمريكي هذا إلى الآن
يعني ما ندري شنه وراه بالمعنى اللي إلى الآن كونه رئيس. إحنا ما قبل ما هو رئيس الحقيقة لا يبشر أي يعني موقف الحقيقة قبل لا يكون رئيس يعني غير مريح لنا وللإقليم الخليجي شايف. هذا يعني يبي أيضا الحقيقة مطروح وبقوة الاتحاد الخليجي صح. وأنا كنت في البحرين قبل مدة الحقيقة وكانت في أوراق وشاروا الاتحاد الخليجي فيه، وطبعا دعوة الله يرحم الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى آخره. أنا الحقيقة يعني يمكن رأيت أنه طرح سمو الأمير يعني هو الأقرب للواقع، أنه مزيد شوية من الدراسة نجهزها ونتجه للاتحاد الخليجي. أنا سألتك عن التيار الديني، نعم، ذات الإخوان المسلمين، هل تغير خطابهم؟ هل تعتقد رجوعهم في صفقة؟ والله الصفقة ما نعلم عنها طبعا، ما عندك معلومة. يعني طبيعة القوى السياسية الذين ما يهربوا العبث، طبيعة القوى السياسية أمر طبيعي، ولكن أكيد يكون يعني فيها. أنا أقول إنه هم يعني إحنا تناقشنا ترى قبل الحقيقة مع كثيرين سواء منهم وكثيرين منهم أصدقاء ترى، يعني ما في إشكالية يعني تناقشنا قبل حتى عملية انتخابية وكذا ل2017 انه راح تنزلون ولا ما راح تنزلون شايف. كان واضح انه عندهم توجه، وحقيقة اعلنوا فيما بعد انه هذا التوجه موجود لهم. انا اعتقد ادركوا انه ما في جدوى من الوقوف برا. الكرسي الاخضر له غراءات ولا مكاسب ترى، يعني وزارية ومصلحية وإلى آخره، وبالتالي وطبعا هذا عدا التشريع وعدا الرقابة وإلى آخره. لذلك رأوا أنهم يدخلون ويشاركون الآخرين في العملية بالذات، يعني حلو أنه في سلف وفي غير. حلو دكتور عادل، أيضا اليوم نشارك الكل يشارك من التيارات، إذا تكلمنا على تحالف منبر بعض يقول يعني وين المنبر أصلا؟ التحالف وين التحالف الوطني؟ اليوم الأبرز في الساحة هو تيار الإخوان المسلمين، حدث هو تيار المتواجد السياسي الأقوى، والكل يعترف أن المنبر لم يعد منبر والتحالف لم يعد تحالف. ايش رايك في النقطة؟ كلامك يعني الاستقلالية اليوم موجودة في الانتخابات أكثر، يوم كل عائلة نزلت ولدها صحيح، يعني ابتعدنا عن موضوع التيارات. أحد سلبيات الانتخابات عندنا في الكويت هي عدم وجود الأحزاب. تشوفها سلبية؟ طبعا. ليش؟ لأن لما يتكلم مرشح ويقول أنا راح أسوي وراح أسوي وراح أسوي وراح أسوي، هذا فرد من ضمن 50 عضو، احتمال وعوده هذه ما تنفذ ومتحاسب، تحاسب هذا الشخص قاعد 4 سنوات وراح. لكن لما ينزل مرشح يسنده حزب معين، الحزب يتعهد أن ينفذ الأمور اللي مطلوبة منه. لما يخفق هذا العضو في تنفيذ الوعود، الناس ما راح تحاسب العضو اللي طلع من هذا الحزب، إنما راح تحاسب الحزب، راح يضعف احتمال نجاحه في السنوات القادمة. فالأحزاب ضرورية عشان أنت كمواطن تحاسب الحزب ولا تحاسب الشخص. هذه الفكرة بوصلها لك. فأنا أتمنى أن نأخذ جرعة الديمقراطية بحذافيرها. بأمريكا ما كل حزبين، الجمهوري والديمقراطي. لما يخفق أحد الرؤساء، الإخفاق راح يكون يحسب على الحزب نفسه وليس على الشخص نفسه هذا. فأنا أتمنى أن يعاد النظر في موضوع الأحزاب السياسية وتكون على الساحة ونتعامل بالديمقراطية. حلو. ليش التيار الديني أقوى من التيارات اليوم الليبرالية؟ لأن أكثر تيار منظم هو التيار الديني. والتيار الليبرالي بالكويت تاريخه طويل. غير منظم. هو تأسس صح، ولكن مع مرور الوقت بدأ يصير في بينهم خلافات وبدأ يتفكك هذا التيار. عدم الإيمان مثلا بالمبادئ، يعني الدولة الفرنسية، في تلقى التيار الليبرالي قوي. ما هو تيار بمعنى التيار، عشان شيء قاعد أقول لك الأحزاب لها تنظيمها لها ترتيبها. يعني أنا عندي التيار الإخوان من التيارات المنظمة جدا والمرتبة جدا في كل الدول العربية والإسلامية، إنما التيار الليبرالي يعتبر تيار، أعتقد أنا بوجهة نظري إنه تيار هامشي
أقل ضربة يفصلها عن بعض، لأن أساسه مو صحيح أو مو قوي. فما في، أنا أعتقد أن تيار مثل الإخوان هم أكثر ناس منظمين ومرتبين في كل الدول العربية. نفس السؤال، يعني تحس في تاريخ الليبرالي المنظم اللي لا اطروحات المعارضة الجميلة التي تبني ما تهدم، اليوم سيطرة التيار الديني وحتى على المجتمع مؤثر جدا على المجتمع، ليش التيار الليبرالي والعلماني اللي يبني تراجع حتى لم يعد يقبل من المجتمع الكويتي؟ أولا لم يعد يقبل، هذا غير صحيح، غير صحيح. يعني تغلب الناس إجمالا الليبرالية، مو شرط الواحد يعلن أنه صحيح. الليبرالي يعني تصرفاته، هذا لا يعني أنه لا يكون متدين أو مسلم أو جيد. يعني كل مزرعوا أن الليبرالي علماني، هذا يساريين يمكن في العالم العربي وفي الكويت أقصى اليساريين يؤدون الأركان الأساسية بالكامل، يعني ما عندهم أي مشكلة. القضية الحقيقة التيار الديني بمفهوم الديني له جذور تاريخية، وخاصة بعد إذا احنا ناخذها بالتسلسل التاريخي، بعد الحقيقة هزيمة 67 بدأ يصعد التيار الديني، لأنه حملت الهزيمة على القوميين العرب وعلى المد العروبي وعلى مدري إيش، وبدأ التيار هذا يصعد أنه شوفوا إيش كثر بعد تحت وإيش صار فيكم، صح؟ بعديها طال عمرك جتنا الثورة الإيرانية دينية، الطرف الآخر يبي يواجهها بنزعة دينية. يعني ذكركم بحادثة جهيمان، بعدها بأشهر يمكن أو بسنة مقابلها جتنا الحرب الأفغانية اللي هو تدخل الروسي وإلى آخره، الحكومات كلها دعمت، صارت عاد كلها هني هجمة مرتدة. زين، صار هناك طال عمرك الكل الله يرحم السادات يقول أنا عندي قميص أتبرع فيه للأفغان، صحيح. والباجين حمل وودي وادفع، روح جاهد في سبيل الله. اليوم لما تحدث عن داعش ترى هذا النتيجة، هذا اللي قدامك اللي تشوفه من هذا، لأنه صورت أنه الإسلام والكفار وإلى آخره، مع أن اللي حدث ترى في أفغانستان انقلاب عسكري مثل أي عالم ثالث، انقلبوا اليساريين على أمير صار يساري وقتلوه وصاروا بالحكم، والقصة لعبت وحركت، وبريزينسكي راح هناك عند الحدود الباكستانية وقال مونف ذا مجاهدين لهذه القصة. فالقصة هنا الحقيقة صارت فترة من التنهيض الشديد الديني. أنا أذكركم وكلنا يمكن نذكر يعني فترة من الفترات في مساجدنا، زين، يعني أنا يعني كرامات الأفغان وشلون يعني الحياة تلدغ الكفار وما تلدغ المسلمين، وطيور طق الطائرة وطيحها، وقصص كثيرة الحقيقة يعني كثيرة وصدقناها. ولما صارت الله ما أدري عنك يا محمد، في ناس صدقوا طبعا، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هالطير وهالحية هذه من أدواته، لكن هل حدثت ما حدثت موضوع آخر. في صارت مشكلة حماة 1981 أو كذا، 81 زين، مساجد لب النصيريين والمدريين وإلى آخره، اللي قام الدولة الدينية، يعني ما كان صراع بين تيار ديني اسمه الأخوة المسلمين وبين النظام، ما في كلام على هذا، ومو يعني مسر. فهذه الحقيقة أدت إلى إنه استنهاض ديني. الناس بطبيعة البشر تحب الدين، فيها نزعة، يعني أنت في رب وفي خوف منه وفي حسنات وفي عمل وإلى آخره. قلت لك أنه حتى الليبرالي والديمقراطي يظل في النهاية عند مرجعية دينية، مو غلط. إحنا الاختلاف على هل تريد دولة ديمقراطية ولا دولة دينية. الإسلام طول عمره مدني على فكرة، ورجعوا للتاريخ شوفوه، ما كان في دولة دينية، كان في دولة مدنية، صحيح. أوكي، الشريعة والأمور كل الناس يعني قابلتها، ما عندها خلاف معاها، لكن طبعا هذا أدى إلى أنه البعض يستغل هذا الموضوع ويستخدمه. أنت اليوم وتذكر قعدنا هنا حوارات على قصة المتطرفين وإلى آخره، شو اللي خلاهم يصير متطرفين؟ حط براسه أن هذا أمر رب العالمين
وانه هذا يوديك الجنه وانه ولا ليش رايح هذا يسوي عمليه انتحاريه؟ يقعد يا اخوي مثل هالخلق ويتعلم ويصير خير، ومثل عيال زعامات التيارات اللي يتعلمون بارقى الجامعات قاعدين شايف ويقعد ينظر لي من اسطنبول ومن مناطق اخرى. لذلك هذا الحقيقه يعني معلش ادى الى انه تصير هذه المرحله، تصير هذه المرحله امر طبيعي لازم تمر فيها يعني بعدها الناس يعني اليوم ليش طيب هذا هذا مسلمين ليش الناس تكره داعش؟ ها مو تقولون انتم تبون دوله دينيه؟ دوله يعني داعش ممكن تقيم لك دوله دينيه بالمفهوم هذا الترهيب تقيمه، تقول لي عاد صح هذا موضوع اخر، هم يعتقدون انهم صح زين، الاخرين يبون دوله دينيه مرنه ما ادري شلون تصير. وامانه انا اعتقد انه كثيرين منهم حيرانين وده بالدولة الدينية وخايف من انه هو يخسر في الدولة الدينية. فالقضية يعني تظل في النهاية انه في اللي قال الحقيقة الدكتور ويمكن انا قلتها قبل شوي قصة التنظيم الحزبي صحيح بصرف النظر عن وجهات نظرنا، لا ديمقراطية بدون احزاب ونقطة. يعني شوف العالم المتقدم كله، شوف العالم الديمقراطي موجودة، احنا ايضا عندنا مشكلة، إن حطينا ديمقراطية راح نحطها عشائرية ودينية ومذهبية ولازم نتحمل، ترى الزمن لازم نتحمل. يعني في شغلات في تشريعات أيضا ممكن الحقيقة تحد من هذا، يعني اليوم عندك تشريعات قانونية بس يبيلها عقول منفتحة، يبيلها حقيقة رجالات 1961 اللي صاغوا لنا الدستور 62، هذيل الحقيقة أنا أعتقد أن الله وهبهم لهالبلد وعطاهم هالعقلية اللي تطلع لنا دستور حضاري. ها وعلينا له عليه انتقادات لكن بعد عمر حقيقة لما تشوفه تخيل لو 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 إحنا صايغينا كان حسنا حوس ولا وسكرنا صار تراضي. حلو أرجع رؤية اليوم الشارع الكويتي للديمقراطية اليوم نتيجة الاطروحات والنقد، بعضهم صار يكفر بالديمقراطية يقول لك ما نبي ديمقراطية. صحيح. تسمح ايش رايك في الطرح هذا وغريب انه يطرح واحنا بعد هالتجربة الديمقراطية الطويلة؟ لكل فعل ردة فعل. الشارع الكويتي واجه امور يعني للأسف خذ فكرة ان مجلس الأمة اللي يمثل الجانب الديمقراطي في البلد هو مصدر يبطئ من التنمية. ثاني شيء أكثر الناس اللي قاعد يدشون متواضعين يطلعون كل واحد رصيده مبلغ وغدره. نتكلم عن أمور تنفيع الشيء اللي ما تقدر تسويه تروح حق عضو يسوي لك إياه. فمعناتها أن أنت ما عندك تكافؤ فرص، يعني عندك واحد 1000 من الناس وبقى ولده هذا يتوظف لأنه يعرف العضو، الشخص بقى هذا ما يقدر يوظف ولده لأنه ما يعرف عضو. فصار الآن المجلس الأمة أو الديمقراطية عندنا أرجاء، في ناس تنفع منها وفي ناس لا. وصلنا لدرجة أن بعض الأعضاء أول ما ينجح يأخذ مفاتيحة يوظفهم في مواقع اللي يبونها، أنا أبي بالوزارة الفلانية روح، أنا أبي أصير شنو في مكتب الفلاني توظف، لأنه شو خدمه مفتاح الانتخابي. لاحظ الآن كل اللي نجحوا أو أغلب اللي نجحوا، ونقول الكل أغلب اللي نجحوا كل مفاتيحهم توظفوا بوظائف هم يسعون لها ويطمحون لها. لكن بالمقابل الأشخاص الآخرين اللي ما لهم بالانتخابات إلا أنه يحط الاسم بس بالصندوق فقد كل الفرص هذه. وين العدالة؟ أنت حين مرشح تنادي بالإصلاح وتنادي في التنمية وتنادي في المثاليات، توظف ناس على حساب ناس يمكن الآخرين هذول عندهم مؤهلات أفضل من اللي حطيته بس لأن هذا الشخص اشتغل لك. فالآن صار الناس عندها ردود يعني أفعال، ردود فعل إن الديمقراطية الآن لها آثار سلبية كبيرة أكثر ما منفعة لها منفعة. تعال شوف التنمية بطيئة جداً، ما أقول ما في تنمية، في تنمية وقاعد نشوف إحنا الآن أمور كثيرة قاعد تحصل في البلد لكن بطيئة جدا. دول أخرى اللي ما فيها مجالس التنمية عندها سريعة، وأعطيك يعني أمثلة كثيرة ما حاجة أقول لك اسم البلد،
كل يوم لهم برج، كل يوم لهم مجرى ماء، الآن نهر، عندهم أمور كثيرة قاعد تصير، سريعين بالتنفيذ، سريعين، احنا لا بطيئين، وكل ما تمشي خطوة هذا باق، هذا حرامي، هذا فاسد، هذا مشاها من تحت الطاولة، صراع، هذا قدم رشوة، ما راح تمشي كذي. فكذي ردة الفعل ان الديمقراطية أثرت على مسيرتنا التنموية، أثرت بسبب من يدعون الديمقراطية اللي يوصلون إيه؟ هم اللي قاعد يخربون الآن معنى الديمقراطية. حل. لأن الديمقراطية مو أنك تنفع ربعك ومفاتيحك على حساب الآخرين. تأيد الكلام هذا؟ لا، نختلف مع الحقيقة، مع احترامي الدكتور. نعم، أي نائب في العالم وبالذات في عالمنا من حقه أن يدافع عن ناسه، الناس اللي انتخبوه. وأحيانا والله يا دكتور روح وشوف، في نواب أنا أزور دواوينهم، يقولهم من كل الكويت، صح، والله في دي واحد منهم صديق، أن يشوف اللي عنده من غير فئته أكثر من فئته بصراحة. ليش؟ هذا السؤال اللي ينطرح، ليش؟ لو الناس لاقي طريقها سالك في مثل ما تفضلت عدالة ومساواة وإلى آخره، ما يحتاج كان راح. أنت تبي يعني بصراحة تخلي تنزل نفسك تروح تقول والله تكفى ساعدوني، ولا وظفوا ولدي، ولا رقوه، ولا بنتي، ولا ما تبيها. لكن ليش؟ طيب وليش اللي رحت صارت؟ ها؟ صح. ترى على فكرة أنا عشت مع وزراء، الوزير اللي بغى ينفذ القانون صدقني ينفذه، صح. أنا شفت نواب يجول، ونواب يعني فوارس، زين، يقول له حاضر ساحة المباركة، أنا هذا أعمل له استثناء، أمري لله، يعني مشي مواطن في النهاية مشي، زين، خاصة لما يكون توظيف وكذا يعني، زين. أنا هذا أصلا هو صاحب حق قانوني ونتحقق من الموضوع، أنا هذا ما أقدر لأن في مخالف للقانون، تبيني خالف القانون؟ أنا تبيني حيلك للشؤون القانونية تشوف؟ فأنت النائب ما يقدر يقول لك خالف القانون، بيقول لك دور مني دور منك، طبعا صاروا يحتالون ألف أبو حيلة، يعني حيلة وضيع لما يدوخ. ذلك يعني للأسف الشديد إحنا عندنا مشكلة أنه في أمور كثير ما نقدر نتكلم عنها، يعني حقيقة أن أنت ليش تصير يعني هذا الحكي، ترى مو جديد، ترى التضخم الوظيفي يمكن من الاستقلال وإحنا نتحدث فيه يمكن حتى قبل، تضخم وظيفي. طيب ليش صار التضخم وظيفي؟ الكويتيين كانوا قلة يعني في وقتها قلة، أنا أذكر يوم توظفت والله العظيم الأغلبية الساحقة من الأخوة العرب. طيب وليش؟ لا قاعد نكود لأنه في مصالح طبقية تجارية يا أستاذ، ناس تبي ناس تشتري، شلون تشتري ما عندها فلوس؟ مفهوم تجاري، زي انا اعطيك فلوس من الدوله تشتري مني وانا ازيد خير وانت تحصل خير، خلصنا نفعني ونفعك. هذه للاسف اللي كانت سايده ودت الى ذلك. لذلك احنا هذه نوع من الحقيقه من الايذاء للديمقراطيه، لان الديمقراطيه تصير قصه يتحول إلى أن تخليص معاملات. ليش؟ هذا مو صحيح. أنت الحين في الدول اللي يسميها ديمقراطية حقيقية النائب عنده برنامج لتنظيم، صح، هل برنامج هذا ينجح؟ حزبه ينجح، ما ينجح مع السلامة غيره يأتي، شايف؟ هذه المسألة مختلفة. خش احنا عندنا إشكالية أنه احنا اللي يقدم البرنامج بالمناسبة هو الحكومة، المادة 98 من الدستور فور تشكيلة. تقول الحكومة فور تشكيلة تقدم برنامجها إلى مجلس الأمة. نعم. كم مرة قدمت الحكومة برنامجها إلى مجلس الأمة؟ طيب هذا البرنامج، وكم مرة ناقش البرلمان هذا البرنامج؟ الحكومة تذكر قدمت الخطة الشهيرة 34 مليار مدري 37 والله نسيناهم 37 الحين دورهم وينهم 37 مليار وين راحت وش صار فيها؟ شايف في أمور يا أخوان
للأسف الشديد احنا نحملها للبرلمان، لكن مع احترام يتحمل السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية البرلمان له دورين، تشريع ورقابة، يراقب هذه أعمال السلطة التنفيذية اللي مفترض أن تنفذ القوانين. خوش حكي. من الأمور احنا جربنا الفرعيات والتشاوريات، اليوم عوائل سووا تشاوريات وفرعيات، تشاوريات اجتمعت الأسرة الفلانية واختارت ولدها، هناك قبائل فرعيات ولها دعوات أسلوب مختلف. زين ما دام طبيعة المجتمع يبي هالتشاوريات والفرعيات، ليش ما نلغي قانون التجريم؟ على هو على أرض الواقع يعني. هو المفروض يتم إلغاء من خلال اجتماع مجلس الأمة، يجتمعون مع بعض الأعضاء ويصوتون بعدم تجريم الفرعيات. تأيدها يعني؟ طبعاً أيدها. إلغاء القرار؟ طبعاً، لأن هذا حق من حقوق في قبلية، تقول له والله أنا بحط فلان وتعالوا يا جماعة خلينا نقعد مع بعض نوحد كلمتنا في شخص معين، من حقهم عملية التنظيم هذه لا أكثر ولا أقل. واللي شرعها مجلس الأمة، ومجلس الأمة يقدر يلغيها. وفي ناس تطلع من فرعياتهم شرعوها. عاد هذا ترجع حق منه؟ ترجع حق قناعات أعضاء مجلس الأمة في عرض القضية. فأنا وجهة نظري لو تسألني أنا، الفرعيات يعتبر نوع من أنواع التنظيم. الحين الأحزاب، حزب الديمقراطي أو حزب الجمهوري، شلون يرشح العضو ماله؟ يقعدون مع بعض ينظمون أمورهم ويختارون واحد. فالاختيار هذا يعتبر، هل يعتبر فرعية هذه؟ لما طلع مثلا ترامب ولا طلع هيلاري كلينتون طلعت، هل هو فرعية؟ لا فرعية، هم اجتمعوا مع بعض نسقوا اختاروا واحد منهم. بس انت تشوف وانت تشوف ان وجهة نظري ايه عدم التجريم والغاء هذا القانون. طبعا ايه. ايش رايك دكتور؟ وكله يخالفني. الكل بيخالفني. خالفك يا دكتور. يعني انت المنطق، يعني لما نقول الاحزاب مثلا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، هذه مي على اساس عرقي، يعني هذا على اساس ولايات كامله وحزب، يعني هذا اختيار واحد كبير. بس اذا يصير اختيار 10 للرئيس دائرة. اسمعي دكتور، إيه؟ للرئيس فقط، لرئيس الجمهوريه، لرئيس الدوله، زين. هذا لانه انت يعني الحزب في ولايات تلقاه يفتر بهالولايات والاخر يفتر ضده والى اخره، ويصفي الرمي بالنسبه لهذا. يبقى عاد هني ممثل الحزب هذا وهذا ممثل الحزب هذا، هذه مساله مختلفه تماما. يعني القبليه والعائليه والى اخره في اويات. يعني مع ذلك انا وافق الدكتور بشيء، اذا انت ما تقدر تفعلها الغيها. مو هذا اللي قاعد نقوله، ما دام انت مو قادر، مو قادر، انت بصراحه يعني في شك انك ما انت قادر، لانك انت قاعد تشوف ان تقول هذه فرعيات وكل يدري فيها. طيب ليش ما تفعل القانون؟ ما دام ما تفعل القانون، شنو الغلط في القبيله انها تسوي فرعيه وتشاور بينهم تختار ولدها؟ انت مثل ما تفضلت انت الحين محمد، استاذ محمد، انت المشكله انه في نواب سابقين يخوضون انت الفرعيات، دشوا فرعيات يدشونها وهم جرموها، واذا ما دشوها ما راح ينجحون. شايف؟ هم يعتقدون. على فكره بالدائره الرابعه وسجلها مره، احدى القبائل جميع اللي دخلوا الفرعيه سقطوا، واللي خارجها نجحوا. صح. وقبل انتخابات يمكن 2012، فبراير 2012. فانت هي الحقيقه، نعم نوع من التنظيم الداخلي للقبيلة أو للعائلة. وعلى فكرة هي بدت مدنية حضرية قبل الدبدوية. كلام واحد وعارفة. كلام واحد زين. فبدت يعني يمكن 1992 أو 1900، يعني ما لحقت عليك، كنت صغير. ما لحقت توك صغير. شايف؟ فهي القصة يعني المعيب فيها أنه طبعا الفخذ الكبيره تلتهم الصغيره. صح. شايف؟ ما تتيح لها فرصه. ولذلك اراد المشرع انه يخليها على اطلاقها، انه يا اخي من عنده يقط نفسه ويتوكل على الله. هالحين في دواء بالرابعه وبالخامسه، في قبائل ما سوت فرعي، ما قدرت تسوي فرعي، وفي ناس قالوا ما راح نشارك وبندش انتخابات. فانت مع الزمن ممكن هي تلغي حالها بحالها. تثقيف المجتمع، تثقيف، تعليم ايضا، انه الناس الحقيقه تشعر انه يا جماعه انا ليش اصادر حق واحد ثاني؟ يعني انت بطبيعه الامور ان اللي عنده عدد اكثر بيتعصبوا له ويخلصونه،
وبالتالي حتى يهيمنوا فترة طويلة. وهذه ترى على فكرة من حسنات الصوت الواحد، انه في حتى ناس قبائل مثلا ما كان لها إمكانية تطلع، اليوم لها إمكانية تلتهم من الأكثر، لأن الرديف هذا اللي أربعة يشيلون بعض زين، الصوت الواحد خلاهم يأخذون. والاعتراض الحقيقة ترى مو على، يعني أنا مثلا وغيري رأينا أنه أوكي صوت واحد 50 دائرة، كل دائرة تطلع واحد وخلص، إيش حق عاد مخلينا قصة. وهذا أنا أيدك يا. السؤال الأخير يعني الوكيل يعني مر وياكم بسرعة، عاد اليوم الانتخابات يوم السبت، شنو النصيحة يعني؟ دائما احنا يمكن دكتور عايد أكبرنا سنرا ومقاما، يعني يمكن طوال فترة عمل السياسي قاعد نكرر في كل عملية انتخابية نفس الكلام نفس الكلام نفس الآهات، شنو النصيحة اليوم السبت بكل أمان، حتى لن تحلطم وايد ونقول احنا نتحلطم واختياراتنا غلط أصلا. النصيحة من ثلاث كلمات: المسؤولية على الناخب. اختصرها لك بهذه الجملة: المسؤولية على الناخب. أنت يا الناخب أنت تحدد مسارك، لا تحط الاسم اللي أنت مو مقتنع فيه وبعدين تقول والله المجلس ضعيف والمجلس ما سوى والمجلس، أنت السبب. فالمسؤولية عليك أنت أول واحد غض النظر. فأنت عشان تأخذ الشخص تختاره، اختاره على معايير، منها الكفاءة، تاريخه السياسي السابق، مواقفه، خاصة المواقف للأعضاء المجربين. في أعضاء أعطوك وعود من 3 سنوات، في بعضهم قبل. أي واحد أعطاك وعد وأخل في وعده للوطن وليس لك أنت، أني بسوي كذا، بزيد رفاهية المواطن، لن يمس جيب المواطن، وبعدين مس جيبك، هذا تاريخه السياسي يقول لك ما نفذ وعوده. الأمر له، لكن أنت تحط المعايير اللي أنا ذكرتها بالإضافة إلى معايير أخرى: النزاهة، الأمانة، القوة، التواصل معك، ما عنده نوع من الظلم، مشي ناس ويخلي ناس، في معايير معينة أنت تحددها. لا تحلطم بالتويتر وأنت اختيارك غلط بالأساس، تويتر أي مكان وايد أنت حلطم، مسؤوليتك هذه. اسمع منك دكتور عادي يعني يا سيدي نصيح. انا موافق دكتور زين. الناخب اساسي ويتحمل المسؤوليه التاريخيه، لان المشرع لما اعطاه الحق اعطاه علشان يختار من يمثله ولا يمثل عليه، وهذه المهمه. الماده 6 من الدستور ايش تقول؟ تقول نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة، مصدر السلطات جميعا، وكما هو مبين في هذا الدستور. يا أخي إحنا مصدر السلطات، أنت الشعب مصدر السلطات، إذا الحقيقة لازم تمارس سلطتك بالاختيار الأفضل بقدر اجتهادك. يعني اللي سابق لك إيش كثر قدم، اللي توش يطرح إلى آخره، اختار وحاسب فيما بعد. لكن مو تقول والله لا سيئين. طيب سيئين منو؟ منو السيء؟ انت السيء، انت اللي اختار، انت اللي طلعت اللي بالجدر هذا من شغلك. شايف المادة الحقيقة 108 ايش تقول؟ تقول عضو مجلس الأمة، عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجان. لاحظ الجزء الأول: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها. يعني شلون؟ لما أنت تنتخب واحد تفرض علينا كلنا، على كل هالمواطنين الكويتيين زين. وبالتالي دائما أنا أقول العبارة: يا أخي إذا أنت يعني واحد تحبه وزين وإلى آخره، فكر فيه بس لا تبلانا فيه. إذا مو زين خل حبك له فردي زين، اخدمه بأشياء أخرى على راحتك، بس لا تخليه يعني عالة علينا وأذية لنا. شايف؟ لأنه أنا يوم من الأيام هذا مؤتمن على وطن كامل. نعم. إذا ما يكون قد المسؤولية ما بلاها. النقطة أنا أعتقد اللي ما ناقشناها محمد،
انه الى متى واحنا حقيقة في هالبلد نعتمد على مصدر وحيد للدخل او شبه وحيد. صحيح. وهذا الحقيقة يعني ينبغي ان يفكر في تنويع مصادر الدخل. سموه الامير طرح موضوع الكويت مركز مالي وتجاري، ايش صار؟ وين السلطة التنفيذية ما تنفذ؟ وين البرلمان ما يناقش ويسأل؟ يا اخي جاك الدعم، بعتبك برون هالدعم رئيس الدولة قال لك هذا لك، روح اخلص. شايف؟ ترى ما ناقصنا شيء، ولا يعتقدون الآخرين انه محسن منا. احنا كل اللي عندنا انه عندنا جراءات الحقيقة حضارية، ترى مو معيبة، لكنها للأسف الشديد يعني يبيلها حركة من السلطة التنفيذية. ما في أحد يمنع السلطة التنفيذية تبني مستشفيات، مدارس، جامعات، طرق إلى آخره، حتى أعضاء البرلمان ما يقدرون. لأنه في منفعة الناس. عسى الله يقوي الجميع. تسلم دكتور عادل، في آخر ختام وياك إذا عندك كلمة بتقولها. أي والله، أنا أبي مثل ما في دقيقة تكلمنا في البداية أن الناخب يختار هالمرة صح، خلي يغير شوي مفهومة للاختيار ويختار للوطن وليس لمصالح شخصية. دكتور عادل مناع، شكرا لك على حضورك اليوم، إن شاء الله نشوفكم لأيامنا نحلل إن شاء الله ما حصل في الانتخابات إن شاء الله. أخوي الدكتور عادل رمو، شكرا لك على حضورك اليوم. أعزائي المشاهدين، نشوفكم إن شاء الله يوم السبت الساعة 8 صباحا بانطلاق العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج. نشوفكم يوم السبت إن شاء الله. ادعو الله أن يحفظ الكويت، الكويت أولا، والله يصلح الحال.